القصة بتاعتنا قصة حصلت في أحد الشركات الأجنبية. معانا بنت حلوة، بنت ربنا، اسمها نور، والمدير بتاعها ما بيعرفش عربي، وهي بتعرف لغات بترجم له. معظم اللي بيشتغلوا في الشركة أجانب ما يعرفوش عربي، وفي عدد قليل بيعرف عربي. أحد الأقسام، مش القسم بتاعها، في أحد المديرين مصري ومعاه شاب اتعين قريب، كان له 4 شهور فقط لا غير. الشاب ده ذكي وبيفهم، ولكن بيتأخر في أخذ القرار، بيتشكك يا ترى صح ولا غلط، فبيصلي وربنا بيرشده بس بيتأخر شوية. فتأخر شوية في أخذ القرار، الرئيس بتاعه زعل منه جدا وصار من تصرفه ده، وجه قدام الشركة كلها وقعد يزعق فيه ويشتمه ويبهدله. قال له ده ما تنفعش، وقعد يشتم فيه، ايه اللي عملته ده وازاي اتأخرت كده وانت كده متأخر الشغل وانت، وقعد يزعق ويشتم لدرجة انه حسه العالي ده جمع الناس كلها. ونور دي جت، والمدير بتاعها الأجنبي واقف كان بيشرب الشاي ساعتها، وبص لقى يعني كلام يعني طريقته صعبة، بس هو مش فاهم، ما عرفش عربي. فبعد ما خلص زعيق الراجل ده، سأل الراجل اللي بتشتغل معاه نور، قال لها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيقوله ده؟ انا مش فاهم. قالت له هو بيوبخه بشدة وبيشتمه عشان اتأخر في اخذ القرار. بس الحقيقة كان شديد زيادة يعني. الراجل قال لها لا ده صعب، ما يصحش يكون في عنف بالطريقة دي يعني. وقالت له طب هتعمل ايه؟ رئيس نور ده الرئيس الكبير اللي ممكن يعمل اي حد مع اي حد مع اي واحد يعني. قال لها لا انا مش هتصرف، انا قريت كتب كتير عن الأديان كلها، وأمنت إن في قوة بتحرك الدنيا، والقوة دي سموها ربنا سموها أي حاجة، ولكن هي قوة موجودة، وأنا بستنى أشوف القوة دي هتعمل إيه، وده بيخليني إيماني يزيد بهذه القوة، فأنا مستني ومش هعمل حاجة، وده أنا عملته قبل كده عشان أنا لازم أتأكد القوة دي بتعمل حاجة ولا لأ. سكتت البنت نور وقعدت تصلي، وطبعا شخص اللي اتبهدل تعب جدا جدا، ولكن هو بتاع ربنا وقعد يصلي. ومرت الأيام وفات حوالي شهر على البهدلة دي، وكان في اجتماع ونور دي بتعرض موضوع برزنتيشن يعني قدام اللي قاعدين. خلصته لقت المدير بتاعها الأجنبي اللي بعرفش عربي ده كيه جرش، ولا تعال تعال نده لها، وعوقتها من ايدها لا تعال، مشيت معاه. فقالت له ايوه خير. قال لها القوة اللي قلت لك عليها ديا اللي بتسموها ربنا اشتغلت، وكان مبسوط قوي. قالت له اشتغلت ايه اللي حصل؟ قال لها الشخص ده اللي هو اتظلم، اللي كان بقاله 4 أشهر بقاله 5 أشهر دلوقتي، الراجل ده مظلوم، والقوة دي اللي هي ربنا بنقول عليها ربنا اشتغل. قالت له ازاي يعني؟ قال لها الموظف ده قابل في قاعدة كان فيها أحد الرؤساء الكبار الأكبر مني من الإدارة العليا، ده شاف
كان قاعد ولقى الشخص ده قال فكرة اقترحها، فكرة للنهوض بالشركة. المقعدين قالوا الفكرة دي كويسة قوي واستحسنوها وخدوا الفكرة وبدأوا يطبقوها وبدأت تجيب مكاسب كبيرة للشركة. قالوا ده فتحة خير، ده خير كتير قوي هيجي لنا. واتبسطوا جدا من الشاب ده وقالوا نرقيه، ومن كتر اعجابهم بيه شالوا الرئيس بتاعه ودوه قسم تاني وعملوه هو الرئيس للقسم ده. قال ده مخ مش عادي، ازاي يعرف فكرة زي كده وينهض بالشركة كلها بتاعتنا؟ ده راجل مش عادي. قال لها شفتي ربنا؟ قلت له ايوه ربنا فعلا عمل. قال لها بس مش كفاية. قلت له ليه؟ ما خلاص ما ربنا عمل. قال لها لا، لازم ربنا يبين قوته اكتر من كده. وبعدين بس حصل حاجة، ايه؟ الراجل اللي هو من الهيئة العليا ده في الشركة قال له كده مبسوط؟ قال له مبسوط اه. قال له ولكن الراجل اللي ظلمك ده وصل لنا ان هو ظلمك، رئيسك اللي احنا قلناه قسم تاني، انت يعني خلاص مستريح؟ قال له مستريح بس يعني برضه لسه ما زالش فيه شوية كده ضيق، ان انا جالي صغر نفس لما بهدلني بعنف. قال له تحب نعمل فيه ايه؟ تحب نرفده من الشركة؟ تحب نشغله تحت ايدك تبقى انت الرئيس عليه وهو اللي تحت ايدك؟ تحب ايه؟ اللي انت هتقوله احنا هنمشيه. قال له يكفيني هذا، انا مش عايز حاجة تاني، ما تعملش حاجة، انت كده قعدت الثقة لي انا، وانا خلاص مستريح وحسن ربنا معايا وانا مش هممني باللي حصل ده، الله يسامحه. طبعا الراجل اتبسط جدا من الثقة بتاعته في نفسه ومن هدوءه ومن اتكاله على ربنا، وقال له خلاص انت ثروة وكنز للشركة بتاعتنا، انت فعلا نهضت بيها وهتنهض بيها على طول. وطبعا شكر ربنا جدا الشخص ده اللي اتبهدل ده، والبهدلة اتحولت الى ترقية والى ثقة زائدة من الرؤساء ليه.